السلام عليكم المتبعات ديالي، المتبعين ديالي الاوفياء. كديرين ياك؟ لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحه؟ كديري الوالدين والوليدات؟ والتحيه للوالدين بزاف 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 بزاف، الامهات والابوات. اليوم بغيت نشارك مع المتبعات ديالي الغديوه ديالي. غندير الحوت، سمحوا لي، راه عندكم خيوركم في ديوركم، وراه عندكم كلشي ما شاء الله بزيد، وعندكم تطيبوا على الغزال. بغيت ندير البقوله، انا دابا درت لي البريمه ديالها، بغيت عين نفورها. ايوا ها نتوما تابعوا معايا المتبعين، ملي غنقطع غادي نديرها تفور. انا غنغسل الحوت ديالي، واليوم مع ولدي شاد العطله، راه شادين واحد العطله اليوم. شحال اليوم؟ 16، ما يرجعوا واقيلا حتى نهار 19 ولا نهار 20 عادي يرجعوا، ما عندهم ديك العطله ديال ديك لاسفاياس اللي كانت دار هنا داك الموسم ديال فالنسيا. ومهم راكم عرفتوا هاد الكوبي وهاد الشيء، حيد علينا هاد البلاء. صافي بقاو تيديروا على الدراري صحاب المدرسه خواطرهم وصافي. وها نتوما المتبعات ديالي الاوفياء، ومرحبا بالجداد، ومرحبا بالعرب ديالنا فين ما كانوا، مرحبا بالجزائر، ومرحبا بكلشي كلشي، الدول المغربيه والدول العربيه، ومرحبا بخارج المغرب وداخل المغرب. انتما كيفاش ما شفتوا؟ انا غنبدا نقطع البقوله ديالي. شوف واحد الموس يدور ليا فيه، اللي بدلته تيعجبني هو اللي تيعجبني بزاف، تيقطع ليا. بسم الله على بركه الله. درت مهم، درت في البريمه ديالي شويه د الملحه، درت في عصايه سيده موسى، ها هي كيف ما شفتوا، حتى باش يطلع ديك اللسمه ديالو طلع معاه البقوله، تجي حتى هي ما شاء الله. ودرت جوج فرع الثومه حتى هما يطلعوا في نسلقهم في الماء باش يطلع كاع ديك البقوله ديالنا تشم ديك الريحه الزينه. وهانتوما تابعوا معنا المتبعين ديالي، هذه هي اليوميه ديالي تنشاركها معاكم. اليوم عجبني الحال، درت ندير شويه البقوله وندير شويه الحوت، وندير بشايط، ندير بزيد البقوله مع تنشدها تنديرها في الفريغو تنبقى نجبد منها ونصوب. باقي ان شاء الله تبعوا معايا وديروا معايا الاشتراك المتبعين ديالي باش اللي لحتها تشاركوا معايا فيها. وبقى نعطيكم ونعطيكم ومزال ان شاء الله، الله يخلي العمر على الصحه والعمر. انا متبقاش كثر عليكم الفيديو المتبعات ديالي باش ما يجيكمش الملل، حيت الملل لا جا ما تخليش باش تكملوا الفيديو. صافي دابا نضرب يدي عتي دور هاد الموس فيه، ما عرفتش ديك المره راه دارتها، بات لي درتها وسلقتها، ولكن ما عرفتش انا ديك المسلوقه ما كتبقى فيها حتى مذاق، حيت اي حاجه تسلقات ما تتبقاش فيها داك المذاق ديال داكشي اللي تبغي. يلا هانتوما تبعوني غير باش ما نديرش لكم الملل، انا غنقطع الفيديو تنسالي ديك الساعه وانا معاكم. ها هي كملت المتبعات ديالي بالتقطاع، دابا غنبدا نديرها في الكسكاس. غندير معاها هاد الحار هذا، المهم دوك المزيودات الصغيورين هادو، هادو غنسلق معاها، نفور معاها كيف ما شفتو ثلاثه رويصه تاع الثومه، وغنديرها تسلق. وتابعوا معنا الغدا ديالنا المتبعات ديال اليوم، ويتسلق معاها شويه الحار باش تجي رائعه من الديبا، تطلع زوينه في ريحه ديك الثومه فيها هذا سيد سيدنا موسى، فيها هذا الحار هذا. ومن بعد غادي ندير فيها الاقامه. ها نتوما معايا درت على حساب، دابا الحار على حساب شكون تيبغي وشكون ما تيبغيش. هنايا ندير رويصه تاع الثومه جوج، ونبقى كل مره فين ما نخليها تبدا تهود في الفوره ديالها. ها
نديرو نزيد واحد ثاني. شويه د الملحه باش ما تجيش باسله. هاتوما المتبعات ديالي، ساليتها من فورتها وصفيتها، انا تنحب عليها دابا في الثومه، غادي نشارك معكم الغدا ديالي وصافي. انا ولدي تقولوا ما تطيبش بزاف مع دابا ولدي، واحد الحاجه فيه ما تياكلش ليا الماكله اللي تتكون صافي، تقول لك انا باغي داكشي جديد. انا لحت معاه الزيتون مخلط توا بالثومه وبالحار المتبعات. ها الربيع، ها هو ها هو، خلط مع الدنوس والقزبر. انا مشاركه معكم المتبعات ديال الحوت ديالي كيفاش شفتوه. هادي تو ما بقاش لي شي تسنى فوقها. درت فيها ثلاثه طريصات تاع الثومه ومع الزيتون، انا فورتها بالثومه. زيت العود ها هو، شوية الإبزار ها هو، كركم خرقوم بلدي، فلفلة حمراء ها هي، سكينجبير ها هو، قطع الملح. ها الملحة ها هي بسم الله بسم الله. بغيت نشارك مع المتبعات ديالي، علاش نشارك معاهم الغدا ديالي انا وولدي مع مقاريش اليوم. وصافي صوت شويه شلايضه هانتوما كيف ما تتشوفوا، صوت الحوت شرملته ما شاركتوش معكم، يعني ما شاء الله راكم عارفين نتوما هادشي كله. ايوا نتلاقاو ان شاء الله في النهايه ديال هادشي. المتبعات ديالي الاوفياء تبارك الله عليكم، وسمحوا لي بزاف. هالبقوله ديالي كيفاش صوبتها، جات واعره ما شاء الله، ونتمنىكم ديروها. وشاركت معكم الغداء ديالي انا ونيزار ولدي، تهلاو ليا في روسكم، الله يدخل عليكم هاد العواشر مباركه مسعوده، وما تنساوناش بجيم. يلا بسلام عليكم.